المساجد في دائرة الاستهداف الحوثي، منهجية إيرانية وفكر طائفي متوارث، عنوان ندوة حقوقية أقامتها منظمة وفاق للسلام وحقوق الإنسان حول الانتهاكات الحوثية الطائفية بحق دور العبادة. قمنا منظمة وفاق للسلام وحقوق الإنسان هذه الندوة بعنوان المساجد في دائرة الانتهاكات الحوثية حقوق أو منهجية إيرانية وفكر متطرف طائفي. طبعا هي منهجية دخيلة علينا واعتداءات مستمرة ومتواصلة. طبعا هنا مشاركين بيعملوا الآن نقاش حول هذه المواضيع، وإن شاء الله نخرج بتوصيات تقوم المنظمة بالعمل بها. الندوة الحقوقية استندت على 4 محاور ركزت جميعها على منهجية الحوثيين في تدمير وانتهاك المساجد ومرتاديها والنص القانوني لجرائمهم في هذا الجانب. وفقا لما يحدث الآن في ما نسمع عنه في المساجد في المناطق المتعرضة لسيطرة الحوثي، طبعا نحن في عدن وأثناء سيطرة الميليشيات على المساجد والعبث بها وعدم احترام قدسيتها أولا، حول الانتهاكات التي تقع على المساجد ودور العبادة، وهو فكر طائفي مستورد من إيران قلبته ميليشيا الحوثي إلى اليمن بشكل عام شمالا وجنوبا في خلال حربها الظالمة. الحوثيون صدروا ثقافة الموت والقتل والأفكار الطائفية المفخخة والدخيلة على المجتمع، وهذه الندوة هي الأولى التي تركز على هذا الجانب، ويسعى المشاركون خلالها الخروج بتوصيات يتم عرضها على المنظمات الحقوقية للعمل بها بما يسهم في فضح آلة التفخيخ الطائفية لأذرع إيران من جهة، وإيقاف عبثها بحق دور العبادة من أخرى. صالح حنش، الغد المشرق، عدن.